بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. أقدم اليوم شرح في طريقة تنزيل الملفات عبر تطبيق سفاري أو عبر متصفح سفاري. سأقوم بتنزيل أحد الملفات عن طريق السفاري. مبدل التطبيق سفاري نشط. أدخل على المجربات أفتعجمت. يتعذر انتقل سفاري إعادة التحميل زر إعادة التحميل العنوان خيارات لوجو البحث عن تطبيق سيرش زر أندرويد الوسائل المتعددة الفيديو. سأقوم بتنزيل أحد تطبيقات الأندرويد. أيكون يوتيوب كرييت ستوديو 20.43 يوتيوب كرييت ستوديو مستوى العنوان واحد. تطبيق يوتيوب كرييت ستوديو 20.34.100 أو يوتيوب كرييتور ستوديو من أجل أندرويد جوجل لينك 4.727 أداة رائعة لإنشاء محتوى على اليوتيوب مستوى العنوان 2 أدفرتايزمنت أحدث نسخة مستوى العنوان 3 أضغط على زيارتها. أحدث نسخة القارئ متوفر أحدث نسخة مستوى العنوان لوجو شعار معالم البحث عن سيرش أيكون يوتيوب كرييتس 20.4 من أجل أندرويد جوجل لينك 4.727 أداة رائعة لإنشاء محتوى على اليوتيوب مستوى العنوان 2 أدفرتايزمنت تنزيل مستوى العنوان 3 أضغط على تنزيل تنزيل مستوى العنوان 3 تنبيه هل ترغب بتنزيل يوتيوب كرييتر ستوديو 20.34 اي تي كي علامة سؤال تمام إغلاق زر تنزيل هنا يعطيني خيارات وأضغط على إغلاق تنزيل زر تنزيل 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 مستوى العنوان 3 الآن أذهب إلى البداية خيارات التنزيل العنوان إعادة التحميل التنزيلات 53 علامة بالمئة زر كما نلاحظ يعطيني نسبة التحميل إعادة التنزيلات زر الآن انتهى التحميل التنزيلات زر. أضغط على التنزيلات مسح زر التنزيلات عنوان يوتيوب كرييتر ستوديو 20.34.100.19.8 متر ب الأجراءات المتوفرة تمام. هذا هو التطبيق موجود في تطبيق الملفات بالآيفون. إذا ضغطت مرتين على الملف راح يفتح عندي الملف أو التطبيق. إذا مسحت إلى الأسفل بإصبعي حذف يعطيني حذف يعني راح يحذفها من التنزيلات. عرض التنزيل عرض التنزيل تنشيط الافتراض حذف عرض التنزيل مثلا اختار عرض التنزيل الملفات على الايفون زر الرجوع تحديد زر التنزيلات عنوان بحث حقل البحث عرض قائمة زر فريزي حسب الرسم زر المزيد زر فريزي حسب الرسم زر المزيد 300 المزيد زر راح اختار تبويبة الحديثة لم التبويب الحديثة حتى يظهر هو في البداية يظهر آخر ملف قمت بتنزيله يظهر في بداية القائمة يعني اروح الى آخر الصفحة واختار الحديثة لم التبويب الحديثة من اثنان. هو محدد حاليا تم الاختيار تصفح لم التبويب والحديثة لم التبويب اثنان من اثنان. الان اذهب الى الاعلى الحديثة بحث حق يوتيوب كرييتر ستوديو 20.34.102.2 17 متر على الايفون ملف الاجراءات المتوفره تمام. هذا هو التطبيق نسخ امسح الى الاسفل يعطيني نسخ تكرار تكرار يعني استطيع ان اعمل تكرار للملف نقل نقل حذف معلومات حذف معلومات يعني معلومات عن الملف معاينه سريعه معاينه علامات علامات إعادة التسمية إعادة التسمية مشاركة مشاركة أستطيع أشارك التطبيق من هذا العنصر من عنصر المشاركة سحب العنصر سحب العنصر هذا في حالة الترتيب إذا أريد أعمل ترتيب للملفات تنشيط الافتراضي تنشيط يفتح لي التطبيق تحياتي للجميع.